السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي داير البنات؟ لاباس عليكم؟ هانين صحيتكم؟ لاباس؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة، ولقاكم الفيديو ديالي كما عودتكم دائما بأحسن الأحوال يا رب. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا ربي. توحشتكم بزاف البنات، سمحوا لي غبرت عليكم صراحة، ولكن راكم ديما في القلب. اليوم البنات جيت نشارك معكم واحد الشوربه، هذه هي الوقيته ديالها في هذا البرد، باش تدفيكم ان شاء الله وتقويكم. شوربه ديال الخضار رائعه صراحه، غادي نشاركها معكم اليوم، ومباشره غادي ندوزوا للطريقه ديال التحضير. هنا البنات انا شديت واحد القطع ديال الدجاج، درتهم في الكوكوط، وزدت عليهم الماء وزدت عليهم الجلبانه لانهم كياخذوا شويه الوقت في الطياب، فلهذا صبقتهم حتى طابوا واحد شوي، واحد 5 دقائق هكاك. ومن بعد هنا غادي نضيف عليهم الخضار. عندي هنايا واحد 4 الجزرات قطعتهم طريفات، عندي هنايا شي 2 حبات ديال القرعه الخضراء الكوسه حتى هما قطعتهم طريفات، وعندي هنايا واحد الحبه ديال الطماطم ديال ماطيشه، راني شديتهم كلهم قطعتهم طريفات. والكميه ديال الخضر كتبقى اختياريه على حسب عدد الاشخاص. هنايا عندي واحد 4 الحبات ديال البطاطس ديال البطاطا، راني شديتهم حتى هما قطعتهم مربعات صغيره، وعندي هنايا القرعه الحمراء حتى هي شديتها قطعتها واحد طريف. مهم المقادير ديال الخضر كتبقى اختياريه. وعندي هنا واحد الراس ديال البصل حتى هو شديته قطعته طريفات. مهم كنزيدهم كنضيفهم على هذوك القطع تاع الدجاج والجلبانه والماء اللي درت في الوعاء، وكنضيف الخضر. غادي نضيف القرعه، كلشي غادي نرمي جميع الخضر غير اللحم ديالي الدجاج، قطع الدجاج لانهم كانوا شويه متلجين درتهم شويه في الاول باش يطلقوا باش يجيو باش يلاه يطيبوا حتى هما بحالهم بحال الخضره. مهم هنا البنات راني شديتهم زدت عليهم الملح، الملح حسب الذوق. كنضيفوا عاوتاني البزار، واحد نصف ملعقه هكاك ديال البزار. كنضيفوا هنايا الخرقوم حتى هو نصف ملعقه كبيره. وهنايا ضفت واحد شويه ديال زيت الزيتون، حوالي واحد الملعقتين هكذاك، وصافي. وكنسد عليه في الكوكوت وكنخليهم يطيبوا. من بعد ملي كنحس بالخضر طابوا كنزيد عليهم واحد 5 الفرماجات. وكنطحن الكل صراحة. هاد البرد وهاد الجو هذا ديال الصوبة اللي بغا يديرها العشاء خفيفة وسهلة، والأغلبية راكم كتعرفوها طبعا، غير حبيت نشاركها معاكم. وصافي البنات اللي كيسولوا عليا كيقولوا لي غبرتي ما بقيتي نزلتي لنا حتى شي فيديو، قلت نشارك معكم هذا الفيديو ديال الشوربه، وهاني جيت شاركته معكم. المهم البنات هنا غادي نضيف واحد 2 معلقات ديال الدقيق، وغادي نستمر في التحريك وفي الطحن ديال الخضر اللي باقا. بالنسبه للبنات اللي ما توفرش عندكم البلونجو تقدروا تطحنوا في الطحان ديال العصير في الكاس، ديروه في الكاس تخويه وتخليه تيبرد شويه وتخويه في الكاس باش ما يتشققش معكم الكاس، لانني هنايا طحنته باقي سخون. وفي نفس الوقت هنا ملي طحنت الدقيق راني شعلت عليه النار البنات لواحد المده ديال 5 دقائق تقريبا هكاك مع التحريك المستمر بحال شكل فاش كندوروا الحريره. مهم هاد الشوربه راه كتجي زوينه وفكره زوينه للعشاء بحال هكا، الانسان ينوض ياكلها خفيفه وصحية في نفس الوقت. كنبقاو البنات نستمروا في التحريك باش ما تحرقش لينا من التحت، وفي نفس الوقت باش الدقيق يطيب. وكتجي رائعة البنات، وكنخليوها حتى كتختار شوية كتعقد. وبالصحة والراحة البنات، هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، ونتمنى الفيديو ديالي يكون خفيف عليكم.
يلا هالبنات نتمنى ديروها اليوم ان شاء الله، لان هذا هو الوقت ديالها مع هاد البرد ومع هاد الاجواء. وبصحتكم وراحتكم البنات مسبقا، وما تنساونيش البنات من اللايك ومن الاشتراك ومن تفعيل الجرس اللي مازال ما مشتركينش، ومن تعليقاتكم الجميله. وبصحتكم وراحتكم البنات، هنايا انا في التقديم راني قدمت مع شويه الكمون شويه زيت العود. وبصحتكم وراحتكم البنات، وبسلام عليكم، تلقاو في فيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.